السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في نشرة جديدة من اخبار الكرة العراقية. البداية من اخبار منتخب الوطني، حيث اعلن المدرب باسم قاسم قائمة المنتخب لمباراتي تايلاند والامارات ضمن التصفية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 والتي ودع فيها منتخبنا الحسابات مبكرا. وضمت القائمة 33 لاعبا، ضمت 4 حراس وهم كل من محمد قاصد وجلال حسن وعلي ياسين وفهد طالب، وشملت خط الدفاع كل من احمد ابراهيم وريبين سولاقة وسعد ناطق ومصطفى ناظم واحمد عبد الرضا وولي سالم وعلي عدنان وعلي بهجت وعلاء مهاوي. كذلك ضمت لخط الوسط حسين علي ومازن فياض واحمد جلال ومهدي كامل وسعد عبد الامير وامجد عطوان وامجد كلف ومحمد شوكان وبرو نوري واحمد ياسين وبشار رسن وهمام طارق وعلي حصني والعائد من جديد ياسر قاسم. ولخط الهجوم ضمت علاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم وايمن حسين وحسن علي وشيركو كريم والعائد من الاعتزال حمادي احمد. واجه يوم غد الأربعاء منتخبنا الأولمبي العراقي المنتخب الأفغاني في الجولة الأولى من التصفية الأولمبية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عام في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت بغداد، وستكون المباراة منقولة على قناة العراقية الرياضية. وأكد عبد الغني شهد مدرب المنتخب أن التصفية ستكون مدخل للتأهل للنهائيات الآسيوية، وأن المشاركات السابقة أعطتنا دفعات معنوية ونفسية، وأن الفريق بعناصره واختلاف تمام عن السابق. نعمل على بناء جديد من اللاعبين قادرين على إدامة ورفض المنتخب الوطني، مبينا أن هدفنا الرئيسي هو الانتقال إلى الدور الثاني من ثم التأهل إلى الأولمبياد المقبلة في طوكيو. وفي أخبار المحترفين، أعلن نادي سبهان الإيراني تعاقده مع المهاجم العراقي مروان حسين قادما من فريق الشرطة العراقي بعقد انتقالي يتضمن شرط إكمال اللاعب للدوري مع الفريق العراقي والذي يرتبط معه بعقد لم ينتهي بعد. إن العقد سيكون لمدة موسمين، سيمثل من خلالها اللاعب مروان نادي سبهان والذي يعتبر واحد من الأندية المميزة في الدوري الإيراني، وسبق له أن شارك في دوري أبطال آسيا. وفي أول الظهور له، قاد أحمد ياسين فريقه الجديد هاكان السويدي للفوز على فريق يونشو بيينغ بهدف نظيف سجله نجمنا العراقي ضمن مباريات الأسبوع 15 من الدور السويدي الممتاز.